عكار تشيع شهيدي الجيش باستقبالات حاشدة. ولك على ناطر تجاوزك يا بيا، ولك كيف تركتنا يا بيا؟ البلاد سهلة مثلك. إضراب واعتصام لهيئة التنسيق على ضرورة السلسلة. نحذر المسؤولين من أن الشعب لن يرحم والعصيان المدني على الأبواب. الحوار في جولته التاسعة بغياب عون والكتائب. والنفايات على الطاولة. الاحتلال يغلق الضفة ويطبق على منبر الحرية في الخليل. والله العظيم يلا بعوض المريضة بقطع على الكاميرا. أهلا بكم. تودع عكار بعد قليل شهيديها ابني المؤسسة العسكرية اللذين سقطا بالأمس في حادث المعاملتين. وقد استقبلت بلدتا بإرزلة وشيخ محمد جثماني الشهيدين الراقب أول مارون الخوري والجندي ميشيل الرحباوي استقبال الأبطال قبل الوداع الأخير. وعلى وقع نحيب الأمهات وأنين الأباء على أبناء الوطن، التأمت طاولة الحوار النيابي بمقاطعة الكتائب وغياب العماد ميشيل عون الذي مثله النائب إبراهيم كنعان للبحث مجددا في جنس الرئيس. لكن ملف النفايات بمطامرها فرضت كمند رئيس في نقاش المتحاورين في مجلس النواب الذي سيشهد عند الثالثة اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال لجلسة تشريع الضرورة المنتظرة. وعلى ضرورة تشريع السلسلة اعتصمت هيئة التنسيق النقابية في رياض الصلح ملوحة بالعصيان المدني ما لم تتخذ الخطوات اللازمة من قبل المسؤولين. وأكدت الهيئة أنها ستحدد خطواتها المقبلة على ضوء اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد الظهر. مارون الخوري وميشيل الرحباوي ابنا المؤسسة العسكرية عادا شهيدين ملفوفين بالعلم اللبناني إلى مسقط رأسهما في عكار بعد مراسم تكريمية أقامتها لهما قيادة الجيش. وكأنه كتب على محافظة عكار أن تكون دوما سباقة في تقديم الشهداء. من أصعب اللحظات وأصدقها أن ينتظر الوالد الطاعن في السن وصول ابنه شهيداً محمولاً على أكتاف رفاق السلاح. عار من عمر 10 سنين وأنت تلم يا بيا، ولك كنت تلم المصاري تحطها بالفضال يا بيا، ولك يا دعان الرجال يا بابا، ولك يا دعان الرجال يا بابا، تقلي بدي لبس حشر، ولك بدي اعمل بيت ماكل يومها عمير، ولك على ناطر تجاوزك يا بيا، ولك كيف تركتنا يا بيا؟ البلاد سهله مثلك، ولك اخ يا بيا اسك لازم، ولك يا بيا رحت بكير، يا دعان شبابك يا بابا، يا دعان اللي بيفهموا يا بابا. أنطونيوس الذي كان على وشك أن يفرح بابنه عريساً بعد أسابيع قليلة، ها هو اليوم يمشي في جنازة ابنه الرقيب الأول مارون الخوري. والدة مارون وشقيقته ما زالتا غير مصدقتين أنهما لن تتمكنان من التهليل له والرقص في زفافه، فالغصة كبيرة والوداع مؤلم. قبل ساعات مضت، مارون ابن 31 عاماً ارتفع شهيداً على مذبح الوطن إلى جانب زميله ميشيل الرحباوي في خلال مداهمة في المعاملتين. لا
أجراس كنيسة القديسة مرتمورة في بلدة بإرزلة العكارية، حيث سيقام قداس وجناز عن راحة نفسه عند الثالثة، أبت إلا أن تزف عريس البلدة القادم من مستشفى طرابلس الحكومي بعد أن أقامت له قيادة الجيش مراسم تكريمية وعزف له لحن الموت، وقدمت له الأكاليل والأوسمة في حضور ممثلين عن قيادة الجيش. بدورها القرى المجاورة لبإرزلة كانت قد نظمت استقبالات ووقفات عدة للشهيد مارون، حيث نثر الأهالي على جثمانه الوردة والأرز. بدوره ميشيل الرحباوي الشهيد ابن الشهيد، كرمته قيادة الجيش بمراسم عسكرية أقيمت في المستشفى العسكري في بدارو في حضور أهل الشهيد وحشد من الضباط والعسكريين وممثلين عن القيادة العسكرية. جثمان الرحباوي عاد إلى بلدته العكارية الشيخ محمد، حيث سيقام قداس وجناز عن راحة نفسه عند الرابعة في كنيسة القديس جاورجوس للروم الأرثوذكس، وسيرقد إلى الأبد على صدر والده العسكري الذي سبقه قبل نحو 9 أعوام في الشهادة في خلال أحداث نهر البارد. مجريات جلسة الحوار الوطني مباشرة من ساحة النجم مع زميلة راشيل كرم. راشيل، هل علم اليوم المحادثات على ما تركزت بشكل أساسي؟ يعني معروف أنه هناك موضوع النفايات وأيضا موضوع مواصفات الرئيس، ولكن ما الذي تصدر النقاش حتى الساعة؟ كاترين، حتى الساعة موضوع مواصفات هذا الرئيس المنتظر لازم منذ سنة ونصف السنة يتم بعده الحديث عن مواصفات لرئيس الجمهورية. هذا الموضوع طبعا ليس لن يكون فيه أي جديد، وحتما خلال التصريح التي قمنا بها في الجلسات السابقة بحكم أن جميع المتحولين الذين وصلوا اليوم إلى ساحة النجمة لم يدلوا بأي تصريح، يعني وماذا سوف يقولون لدى دخولهم إذا لم يكن لديهم أي معلومات بالموضوع، أو حتى أنه ليس هناك أي قرار بيدهم بهذه النقطة. كنا دائما نسألهم لماذا لا تصرحون اللبنانيون وتقولون لهم بأن هذا الموضوع خارج عن إرادتكم كثامن والرابع عشر من أدار، وهو مرتبط بأكان السعودية وأكان بإيران وبالدور الإقليمي وبالخيار الإقليمي لرئيس الجمهورية. كانت بالنسبة وتحديدا أنا أذكر جيدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ابتسم وقال بأن الموضوع ليس فقط مرتبط بموضوع الدول، ولكن هي السلة يجري الحديث عنها. لذلك لن يكون كحال لموضوع رئيس الجمهورية بدون السلة، وهي التشريع وهي أيضا الحكومة وكل ما هنالك من تفاصيل. هذه التفاصيل وهذه المجموعة من الأمور المفترض أن تحل كاترين طبعا لن تحل اليوم ولن تحل بهذه جلسة الحوار، ولن يكون لها أي أفق إيجابي في الوقت الحالي. هي مضيعة للوقت أو حتى لقاء بين هؤلاء الزعماء الذين هذه الجلسة كما بات معلوما أن النائب سامي الجميل وحزب الكتائب قد غاب عنها بقرار سابق بأنه لن يحضروا أي جلسة حوار إذا لم يكن كدعوة لجلسة لمجلس الوزراء وتحديدا لبت موضوع النفايات. وأيضا في هذه الجلسة غاب النائب ميشيل عون وحضر مكانه ممثلا عنه النائب إبراهيم كنعان. عدا عن ذلك كل المتحاورين وصلوا إلى هنا وهم في الوقت الحالي يتباحثون في موضوع رئيس الجمهورية. أما الموضوع الآخر الذي هو أيضا موضوع منذ 17 تموز وهو موضوع النفايات الذي حتى الساعة لم يحل، وإن كانت جميع الإشارات وجميع المشاورات التي حصلت في الأسبوع الماضي وفي 10 أيام الماضية كان من اجتماعات ثنائية وأيضا مع رئيس الحكومة لإنهاء هذا الملف حتى الساعة لم يبات. ولكن الجديد فيه هو أو الذي سوف يتم الحديث عنه هو النائب طلال إرسلان وهو تحديدا مطمر الكوستا برافا الذي شغل الأجواء في الأسبوع الماضي أو في 4 أيام الماضية والاجتماعات التي قام بها بهذا الموضوع. بذلك رأينا أنه تم هناك اجتماع ثنائي على حدة بينه وبين الرئيس نبيه بر لبت موضوع الكوستا برافا وكيف سوف يكون المخرج لهذا الموضوع. تحديدا كاترين بأن النائب طلال إرسلان إذا ما تذكرنا جيدا في الأسبوع الماضي كان قد أطلق مواقف نارية في هذا الموضوع وأنه يرفض هذا المطمر وأنه هو مستعد ينزل إلى شارع ضد هذا المطمر. ولكن ماذا ستقول إليه موضوع مطمر كوستا برافا وماذا ستقول إليه أيضا موضوع النفايات؟ لن يتم أي قرار نهائي في هذا الموضوع في هذه الجلسة، وإن كان هناك كانت بعض الأحاديث عن ماذا سوف يطلب رئيس الحكومة داخل جلسة الحوار من الأطراف جميعها بأن يكون هناك اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء للبدء بموضوع النفايات، ولكن حتى هذا الموضوع هو خارج الأفق حتى الساعة. لذلك نحن بانتظار أن تنتهي هذه الجلسة كاترين، ولكن عند انتهاء
سوف يكون ايضا جلسه اجتماع لمكتب الهيئه في المجلس النواب الذي يترأسه بطبيعه الحال الرئيس نبيه بري لموضوع التشريع، وتحديدا نتحدث عن بهذا الموضوع عن 17 بندا بينهم بند قانون الانتخابي الذي يعود ويؤكد اكان فريق التيار الوطني الحر وايضا القوات اللبنانيه والكتائب بانهم لن يشاركوا في جلسه التشريع ضروره الا اذا كان موجود فيها موضوع قانون الانتخاب وايضا قانون اعاده الجنسيه للمغتربين في هذا الموضوع. نحن بانتظار ان تخرج المفترض بين نصف ساعه وساعه لانه على الموعد وعلى الجدول ان هيئه المكتب مفترض ان تنعقد عند الساعه الرابعه، لذلك بطبيعه الحال سوف ينتهي هؤلاء المتحاورون من هذه الجلسه التي لن يكون لها جزء اخر كما 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 سبق العاده بالموضوع، انتهت جلسه الحوار اليوم ولن يكون هناك جلسه اخرى مسائيه. كاترين بالانتظار ليس هناك أي مستجدات حتى الساعة. وإن كنت سمحت لي فقط في إشارة أخيرة، الوحيد الذي تحدث هو نائب أكوب بكرادونيا الذي سألناه عن موضوع معمل برج حمود والمؤتمر الصحفي للنائب ميشيل المور، ذكر بأنه إذا لم يكن هناك مطمر هو لن يكون هناك مطمر أي معمل، نحن قابلون لأي حال ونحن جاهزون لكي يكون هناك نقاش بالاقتراح الذي ذكره النائب ميشيل المور، ولما لا إذا كان هناك معمل بيئي صحي بهذا الموضوع. شكرا لك يا زميلة راشل الكرام، حدثينا مباشرة من ساحة النجمين. هيئة التنسيق النقابية تنفذ إضراباً عاماً في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، وتعتصم في رياض الصلح للمطالبة بإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في جلسة تشريع الضرورة المنتظرة، والتي تستكمل هيئة مكتب المجلس النيابي مناقشة بنود جدول أعمالها في اجتماع لها بعد ظهر اليوم. لبى أساتذة التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والثانوي ومندوبو المدارس الخاصة من مختلف المناطق اللبنانية دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المرتقبة والدفاع عن موقعهم الوظيفي، وذلك تزامنا مع الإضراب العام الذي نفذ في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. ضرورة أنه المجلس النيابي وهيئة المجلس أنه تحط على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ الحقوق المكتسبة لكافة القطاعات، والمخرج الأساسي اليوم لحتى نخلص من الجدل الموجود بالمجلس النيابي أو بين الكتل النيابية أنه تنعطى نسبة المتبقية من غلاء المعيشة اللي طرأ من سنة 96 لحدود 2012 اللي هي 75% تعطى لكل القطاعات والحفاظ على المكاسب أو على الحقوق المكتسبة لكل الناس. هيئة التنسيق طلبت المجلس النيابي الممدد لنفسه بإدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الهيئة العامة كونها من تشريع ضرورة الضرورة، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما سيصدر عن اجتماع هيئة المجلس النيابي. طال انتظار سلسلة رتب ورواتب، لا نريدها كما هي مطروحة ولن نقبل بها قبل تعديلها ومن ثم إقرارها، وذلك حفاظا على المكتسبات التاريخية لكل الفئات الوظيفية. نطالب المجلس النيابي الممدد لنفسه إدخال التعديلات اللازمة على سلسلة الرتب والرواتب بما يحافظ على حقوق الفئات الوظيفية كافة والموقع الوظيفي لكل فئة والحفاظ على الفارق نفسه بين كافة الفئات الوظيفية. نحذر المسؤولين من أن الشعب لن يرحم والعصيان المدني على الأبواب، لذا اتخذوا الخطوات السريعة لتصحيح الأوضاع وانتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات. وأكدت هيئة التنسيق الاستمرار بالنضال وصولا إلى استعادة حقوقها كاملة في سبيل بناء تربية سليمة وإدارة نظيفة. بعد 37 عاما على لغز اختفاء مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر، أصدر المدعي العام الإيطالي حكما يتهم فيه النظام الليبي السابق بالوقوف وراء الجريمة نافيا أي صلة لبلاده بها. وأغلق المدعي العام القضية بتبرئة روما موجها الاتهامات إلى الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وجاء الحكم بعدما عكف القضاء الإيطالي منذ العام 78 على فك لغز اختفاء الإمام الصدر الذي كان النظام الليبي يقول إنه اختفى في روما
بعد وصوله إليها قادما من طرابلس. وبحسب المذكرة النهائية للمدعي العام الإيطالي، فإن التحقيقات توصلت إلى أن الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين لم يصلوا ليلة 31 من آب عام 78 إلى مطار روما، وأن جريمة الخطف وقعت في ليبيا إبان حكم القذافي. أهلا بكم من جديد. ننتقل من جديد إلى الزميلة رشا الكرم الموجودة في ساحة النجمة، حيث يبدو من الصورة أن اجتماع المتحاورين في مجلس النواب قد انتهى في هذه الأثناء. رشا، إذن هل فعلا انتهت جلسة الحوار؟ نعم كاترين، انتهت هذه الجلسة منذ تقريبا 5 دقائق، وأول الخارجين أو المغادرين منها كان الوزير وليد جملاط، ومن ثم طبعا النائب أو الوزير السابق أدن غاز زعيتر، ومن ثم الآن خرج النائب الوزير عفوا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي طبعا حد قال بأن الجلسة المقبلة سوف تكون في 17 من الشهر الجاري. وأما الوزير وليد جملاط فخرج دون إدلاء بأي تصريح، عدا أنه قال بأن الجلسة كانت ممتازة. الآن أيضا سوف يخرج الوزير بطرس حرب، وسوف ننتظر إذا ما كان هناك أي تصريح لوضعنا في أجواء هذه الجلسة. جلسة هادية وموضوعية، وبحثنا بما تبقى من الأمور اللي كانت في الجلسة السابقة. طبعا ما تبقى تصدر بعض النتيجة النهائية، أخذنا فترة مجال للتفكير في كيفية مقاربة ومتابعة البحث. بالطبع القضايا معقدة وبتطلب بعضها، وبعده الجدل قائم بكل الملفات مع الوزير. الملفات هي بعد ما بحثي عم ببحث كيف آلية البحث. طب النفايات، موضوع النفايات بحثناه بالأخير آخر بند، وأخذ وقت طويل معنا، والحقيقة ترك هلا على أساس بنصير اتصالات ومسائل إيجابية. يعني ما في جلسة لمجلس وزراء مع الوزير؟ خلينا ننتظر 24 ساعة بعد. خلصت مواصفات الرئيس الشيخ بدرس؟ عمل خلاص مواصفات الرئيس. لا وصلت لاي واحد رشال، لو سمحت، يعني لم يكن الصوت جيدا، لم نعرف ما الذي قاله الوزير بطرس حرب، هل بالإمكان أن تلخصي أبرز ما قاله؟ كاترين صراحة حتى نحن لم نتمكن من سماعه، لأنه يعني زحمة الصحفيين وحتى الميكروفون لم نتمكن من الوصول لهذه الفوضى صراحة الصحفية الموجودة أمام مجلس النواب. ولكن أنا شخصيا لم أتمكن، حتى بعض الزملاء لم يتمكنوا من سماع صوته المنخفض، وأصلا الميكرو كان بعيد. ولكن طبعا يعني لن يكون تصريحه هو التصريح الإيجابي بحال حالات الأمور بطبيعة الحال، ولكن ما المفترض أن يكون قد تحدث عن حال حالة لبعض المواضيع، عن الأحاديث مستمرة في هذا الموضوع، وأن الأمور لم تنتهي حتى الساعة بحل حالة كان موضوع النفايات كاترين، وأيضا بموضوع رئاسة الجمهورية. نحن بانتظار طبعا أن يخرج المتحاورون الآخرون. بالنسبة لاجتماع هيئة مكتب المجلس راشال، هو مقرر عند الساعة 3 أم 4؟ كان مفترض على الساعة 3، ولكن بطبيعة الحال مفترض أن أصلا أعضاء الجلسة الهيئة وصلوا بينهم النائب، ولكن من المفترض إذا كانت هلأ الساعة 3 إلى 5 كاترين، بأنه مفترض أن تعقد هذه الجلسة عند الساعة 3:30 عند الساعة 4، لأن رئيس المجلس عفوا بطبيعة الحال سوف يترأس أيضا هيئة المجلس. نعم. التي سوف تناقش مرة جديدة موضوع قانون الانتخاب، وأيضا موضوع التشريع الضروري الذي كما سبق وبات معلومة بأن كان حزب التيار الوطني الحر، وأيضا حزب القوات، وأيضا حزب الكتائب لن يحضروا أي جلسة تشريع الضرورة إلا إذا كان موضوع القانون الانتخابي، وأيضا موضوع المختلف.
الجنسية للمغتربين هو على جدول هذه الأعمال، ولكن حتى الساعة من خلال الأحاديث التي قمنا بها مع كان النائب جورج عدوان وأيضا مع النائب ميشيل موسى بأن ليس هناك أي إيجابية في أي من المواضيع، ولكن سوف تعقد هذه الجلسة، جلسة المكتب الهيئة، هيئة مجلس النواب. في الوقت الحالي نحن نتمكن من رؤية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي أيضا ليس متوقع ان يكون هناك العديد من الاحاديث كما جرت العاده، يعني عاده كنا نعول على كلام الوزير السابق وليد جنبلاط، ولكن خرج دون اداء بقيه الصيعه ان يقول بان الجلسه ممتازه بشكل ايجابي او اما هي ممتازه بشكل سلبي كما نقول نحن، اي ممتازه ولكن عمليا بطبيعه الحال واضح بان الامور لم تنتهي وبان لن يكون هناك حتى الساعه اي خبر او اي معلومه عن جلسه لمجلس الوزراء، لان كاترين كما تعلمين وكما يعلم المشاهدون بان اي جلسه لمجلس عندما نتحدث عن جلسه لمجلس الوزراء أي أن الأمور تم حلحلته وأن موضوع النفايات وصل إلى خواتيمه، ولكن طالما أن هناك ليس تحديد لأي مجلس وزراء الجلسة فهذا يعني بأن الأمور لا تزال معلقة غير 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 يعني لم يكن لك نهاية سعيدة بهذا الموضوع. كان موضوع النفايات وأيضا موضوع رئاسة الجمهورية كاترين، علينا أن ننتظر قليلا قبل أن يكون هناك أي تصريح لأي من الشخصيات التي مفترض أن تخرج. أعود وأذكر المشاهدين بأن حزب الكتائب غاب عن هذه جلسة الحوار لقناعاته التي تحدث عنها منذ ثلاثة منذ الشهر من نهاية الجلسة الأخيرة، عندما قال بأنه لن يحضر أي جلسة للحوار إذا لم يكن هناك دعوة لجلسة لمجلس الوزراء ولحلحلة موضوع النفايات. كذلك لم يحضر اليوم النائب ميشيل عون، بل حضر ممثلا عنه النائب إبراهيم كنعان. الآن يخرج الوزير ميشيل فرعون، إذا مفترض أن يكون له تصريح، عادة كان يكون له تصريح مع الصحفيين. نعم، مع الوزير كيف كانت الأجواء خصوصا ما يتعلق بموضوع النفايات؟ خلينا نقول أول شيء أول شيء فينا نقول بأخطر معلش بدنا نقول بأخطر تحرك دبلوماسي وأمني عسكري في سوريا. نحن مؤسساتنا بكوما، منه كوما سريري، هو كوما اصطناعي لأنه مسؤول عنه الفرقاء اللبنانيين، واليوم هالكوما عم بيوصل لكل مؤسسات، تعطيل كل مؤسسات الحكومة، مجلس، رئاسة، وهيدي عم توصل لأزمة نفايات. نحن بدنا نقول على كل حال، وكان وقتا نقولها، منطقة الكارانتينا ما بقى فيها تحمل نفايات، نفايات بيروت ما بقى فيها تكون بمنطقة الكارانتينا. دعينا اليوم لترحيل النفايات، والسعر خلينا ندرسه ونشوف كيف نرحل النفايات، لأنه هالمنطقة ما بقى رح تحمل، ما رح تحمل أكيد للجلسة الجاية اللي هي ب 17 الشهر. شو كان قرار النائب طلال إرسان اليوم؟ أي خيارات؟ نحن ما فينا ننطر لا مختار شويفات ولا حدا، نحن عم نطلب اليوم عم ترحيل، في عرض للترحيل ندرس أسعاره ولازم نمشي فيه. يعني الأجواء ما كانت جيدة، ما كانت جيدة الأجواء مع عليك؟ يبدو أنه الأجواء كانت جيدة. الأجواء مثل العادة، في اليوم يعني شلل كامل، يعني أكيد في سعي وفي حوار قائم لتحريك المؤسسات، إنما عنا شلل كامل. ما في جلسة يعني لجلسة؟ هلأ طالما ما في حل لنفايات ما في جلسة لمجلس الوزراء. كاترين ايضا سوف يكون هناك تصريح للنائب ابراهيم كنعان. ها الرئيس عاملين الجلسه هلا بكون. يلا كل طيب كلمتين بس. كيف هيك كلمتين؟ طيب كيف بدي ابرم بدي كلمتين؟ طيب شو بعمل؟ قرب انا فكري بلاها. سعادتك كلمتين بس بموضوع النفايات. تأكيد على ضرورة تحرير أموال البلديات، في مرسوم موجود بمجلس وزراء وخالص من دون حسومات، وفي قانون مقدمينه من سنة 2012 مقدمه لعماد عون كمان بنفس التوجه، بحل المشكلة لأن بيوزع كل الأموال المتراقمة من سنة 94 لليوم، وبيعطي إمكانية للبلديات لا مركزيا إنها تعالج. لكن هيدي خطة طويلة الأمد، المطروح اليوم واللي سمعناه
عدة طروحات من ترحيل ومن غير ترحيل، المفروض أنه يصير في حسم لهذا الملف بموضوع هيدي لا أبدا، هيدا بآخر الجلسة. بموضوع الحوار والمواصفات تم تأكيد على أمرين، الأمر الأول هو مسألة العودة إلى الشعب بالنسبة لنا أساسية، وهذه الوحيدة يلي بتحلل إذا بدكم انتخابات رئاسية مع شرعية شعبية. واثنين، موضوع الحيثية للرئيس، وهذا الأمر كمان تم إقراره. هذا التصحيح المفروض من 25 سنة لليوم المفروض أنه يتاخد فيه، من قرفي على الطاولة بس لازم ننفذه، وبعتقد أنه هون التحدي. هذا اللي حبينا نقول. مشي حال مطمر شوي فات، مطمر شوي فات بيحكي المير طلال عنه. يعطيكم ما فينا شو بدك تعمل؟ ما هيك ناس عم تاخذ نسمع، نوصل لعنده بس لنسمع على الهواء. على الهواء من ظهرت انت من ظهرت لانه صار الميكروفون يا شباب. يا شباب توصلتي مع الوزير هيك منك مباشر، المباشر كاميرات هيك. اذا لو سمحت اذا بتقرب معنا لهونيك يلا عيش خلص يلا ماشي. اليوم على طاولة الحوار من بحث هذا الموضوع بكل تفاصيله. هذا الأمر لا يعود إلى طاولة الحوار لا من قريب ولا من بعيد. نحن بعدني على الموقف اللي قلت لكم إياه من 3 أيام، قلته السبت وكررته الأحد وكررته امبارح واليوم. أنا قراري من قرار أهل الشويفات والمجتمع الأهلي بالشويفات. اليوم عندنا اجتماع الساعة 5، لح بلغ القرار، لح أتشاور أنا وياهم ونبلغ الليلة القرار النهائي بموضوع الكوستا برافا. الوزير فرعون قال أنه سقط هذا القرار والترحيل هو الخيار. من الأمور اللي نحن مندعمها واللي حكيناها على طول الحوار إنه يمكن أضبط حل بيكون لكل هذه الأزمة، لأنه بكل صراحة هنالك فقدان للثقة كتير كبيرة بين المواطن والدولة نتيجة تراكمات لسنوات عديدة. يمكن أفضل خيار هو الترحيل. أنت مقتنع بالنقطة اللي محددينها بمنطقتكم؟ وين؟ أنا مقتنع بما يقتنع فيه أهل الشويفات والمنطقة. ولكن معي الوزير فرعون قال انه نحن شو حننطر مختار لشويفات حتى لي يقرر اذا ما نحط زبالتنا ولا ما منحط. مين قال؟ الوزير مشعل فرعون. ايه؟ شو حننطر نحن مختار لشويفات حتى لي انه اذا فينا ولا لا في نهايه ملف لازم تخلص ياخذهم لعنده يعني. ياخذهم لعنده. اذا كل هالقد كل قياده بده يقول انا ما بحط بمنطقتي وداك بقول انا ما بحط بمنطقتي. لحظه أنا قيادي مؤتمن على مصير قرار أبناء الشويفات والمنطقة. ما حدا يتوقع مني فرض أي موضوع بهذا الأمر. أنا اليوم عندي اجتماع الساعة 5 على ضوء اجتماعي برد إذا سلبا أم إجابة. شكرا يلا يعطيكم العافية. يلا محتوني بس يلا يا أستاذ محمد. عفوا رشال. إذن هل خرج الجميع في هذه الأثناء؟ رشال هل خرج جميع المتحاورين أم ما زلتم بانتظار أحد؟ مش هلأ. مشاهدينا، يبدو بحسب تصريحات من خرج من المتحاورين حتى الساعة أن موضوع مواصفات رئيس الجمهورية قد استحوذ على الحيز الأكبر من المناقشات، فيما نوقش موضوع النفايات في نهاية جلسة الحوار اليوم، حيث يبدو أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي بعد في انتظار جواب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان بعد ظهر هذا اليوم بشأن موضوع مطمر الكوستا برافا. رشال، هل ما زال هناك أي شيء من ساحة النجمة؟ هل خرج الجميع؟
خرج ايضا الوزير سمير فرنجي ولكن بهدوءه طبعا، خرج دون الادلاء باي تصريح ودون هذه الفوضى الموجوده الاعلاميه. ايضا خرج الوزير علي حسن خليل دون الادلاء باي تصريح. نحن بانتظار حتى ان خرج رئيس الحكومه تمام سلام، ولدى سؤالي عما اذا سوف يكون هناك جلسه لمجلس الوزراء قريبا، لم يكن هناك اي جواب بهذا الموضوع. اكد هذا الموضوع الوزير ميشيل فرعون عندما تحدث عن انه لن يكون هناك اي جلسه، كما سبق وقلت بهذا الموضوع، لن يكون هناك اي جلسه لمجلس الوزراء كاترين الا اذا كان هناك فعلا حلحله لموضوع النفايات. حتى الساعه الموضوع عدنا الى موضوع الترحيل الذي تقريبا منذ الشهر وشهر ونصف كان هناك طرح لهذه النقطه، ولكن ايضا تم الاعتراض عليها من قبل بعض الافرقاء وتحديدا بموضوع المادي وتحديدا ايضا بموضوع التكلفه التي سوف يتكبدها لبنان جراء ترحيل هذه النفايات، وعما اذا كانت هي الخيار الانسب او لا. نحن بالانتظار ان يكون كتله الوفاء المقاومه، حتى الساعه لم تخرج، لا ادري اذا كان سوف تخرج من هذا الباب حتى، ولكن بالمبدا ستكون لنا عوده اليك الوجوه فيما لو طبعًا يعني طبعًا طرأ اي جديد أي من ساحه النجمه. شكرا لك يا راشل. بالعودة إلى سياق هذه النشرة، نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يعلن من طهران عقب محادثات مع عدد من المسؤولين أنه لا توجد مرحلة انتقالية في سوريا إلا في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع. ما يسمى بالفترة الانتقالية ليست موجودة إلا في أذهان المرضى والذين لا يعيشون على أرض الواقع. لا توجد فترة انتقالية، نحن في سوريا بلد يجب الحفاظ على مؤسساته وعلى دولته وعلى كل ما يضمن الاستمرارية والاستقرار في سوريا. نحن نتحدث عن حوار وطني في سوريا، ونحن نتحدث عن حكومة موسعة، ونتحدث عن عملية دستورية، ولا نتحدث نهائيا عن ما يسمى بمرحلة انتقالية، وعلى الآخرين التوقف عن هذا الحديث. هذا موقف طبيعي من الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يؤكد عليه قائد الثورة، لكن المهم في هذا المجال هو أيضا ما يؤكد عليه شعب سوريا بأنه لا بديل لقيادة الرئيس بشار الأسد. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن خطة نشر عشرات من أفراد القوات الخاصة الأمريكية في سوريا لتقديم المشورة لقوات المعارضة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية لا تخالف تعهده بعدم نشر قوات على الأرض في الصراع السوري. وأضاف أوباما في مقابلة مع برنامج NBC Nightly News: نحن لا نضع قوات أمريكية على جبهات قتال تنظيم الدولة الإسلامية، ولن نقاتل كما فعلنا في العراق من خلال الكتائب والغزو، فهذا لا يحل المشكلة. مواجهات جديدة في الخليل، والاحتلال يغلق مدن الضفة الغربية ويعتقل صحفيين. اشتباكات عنيفة شهدتها بلدة صوريف الفلسطينية شمال غرب الخليل أسفرت عن إصابة شابين، وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام عناصر الاحتلال منطقة المدارس في البلدة، ما أدى إلى إصابة شابين جرى نقلهما إلى المستشفى، كما أصيب عدد من التلاميذ بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السام عليهم. وكانت قوات الاحتلال قد عمدت صباحا إلى إغلاق مداخل عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث منعت الفلسطينيين من التنقل. وفجرا اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مقر إذاعة منبر الحرية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، واعتقلت بعض الصحفيين العاملين فيها وصادرت أجهزتها والمعدات الخاصة بها، وقطعت البث بشكل كامل، كما أصدرت قرارا بإغلاق الإذاعة لمدة 6 أشهر، إضافة إلى قرار بمنع الدخول إلى مبناها بشكل نهائي مهددة بهدمه. وبررت قوات الاحتلال قمعها هذا بأن الإذاعة لا تكف عن التحريض ضد الكيان عن طريق تمجيد الشهداء وتشجيع عمليات الطعن والدعوة لتنظيم تظاهرات. هذا القرار العسكري بإغلاق المحطة، محطة إذاعة الحرية، الحديث معنا حتى عن القوانين اللي مسجلة فترة كانوا الاحتلال يقوم بإعدام الشبان، وقمنا بفضح أكثر من قصة أنه يكون جريح ويقول أنه هو استشهد، وبلغوا أكثر من عائلة مثل الشلالدة وعائلات أخرى،
فهذا الحكي ما بده يسمعه الاحتلال، وبالتالي من هون شعر انه في فضح له ولممارساته. إشارة إلى أنها المرة الثالثة التي تغلق فيها سلطات الاحتلال إذاعة منبر الحرية في غضون 12 عاما بذريعة ما وصفته بالتحريض وبث الأكاذيب. دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في شريط مصور نشر على تويتر إلى شن هجمات ضد الغرب وتحديدا ضد الولايات المتحدة ومصالحها في العالم، داعيا إلى التوحد ضد ما سماه العدوان الروسي وضد أمريكا وحزب الله والإخوان. وأشاد الظواهري بهجمات السكاكين التي ينفذها الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية. إن ما يحدث اليوم في القدس هو ملحمة جهادية جديدة، فبوركت الأيدي المجاهدة المستشرة التي تدافع عن فلسطين والأقصى بالسكاكين والسيارات والحجارة وكل ما تملك. فأسأل الله أن يبارك في هؤلاء الاستشهاديين. إن تحرير القدس والمسجد الأقصى لا بد له والله أعلم من أمرين. الأمر الأول هو ضرب الغرب وخاصة أمريكا في عقر دارها ومهاجمة مصالحهم المنتشرة في كل مكان. يجب أن يدفع داعم إسرائيل من دمهم واقتصادهم ثمن دعمهم لجرائم إسرائيل ضد الإسلام والمسلمين. يجب أن نستمر فيما قام به المجاهدون في غزوات 11 من سبتمبر المباركة وغزوات مدريد وبالي ولندن وباريس، إقامة الدولة المسلمة في مصر والشام، لحشد الأمة لتحرير فلسطين. ولا بد في سبيل ذلك من الوحدة ونبذ الخلاف وإيقاف القتال بين المجاهدين. عن عمر ناهز 70 عاما توفي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الجلبي في منزله في منطقة القاظمية شمال بغداد إثر نوبة قلبية. والجلبي من مواليد العام 45 كان من السياسيين العراقيين البارزين، وكان من المعارضين لنظام صدام حسين، وهو من أسرة ثرية تعمل في القطاع المصرفي. غادر العراق عام 58 وقضى معظم حياته في الشرق الأوسط وبريطانيا. وفي منتصف التسعينيات سعى إلى تنظيم انتفاضة من شمال العراق، وفي العام 2003 عاد إلى بلاده بعد سقوط نظام صدام. أهلا بكم من جديد. وزير الصحة وائل أبو فعور وبعد اجتماعه مع لجنة الطوارئ لتقييم مخاطر النفايات أكد أن الضرر حصل، ولفت إلى أن اللجنة خلصت إلى استنتاجات علمية وقدمت توصيات على المدى القصير واقتراحات على المدى البعيد. وطلب أبو فعور من وزارة الطاقة الإعازة لمصالح المياه تكثيف أخذ العينات من المياه وفحصها، كما طلب من وزير الداخلية التعميم إلى البلديات عدم حرق النفايات وربيها عشوائيا. أنا اليوم وجهت كتاب إلى وزير الطاقة والمياه الأستاذ أرتور نظريان، نطلب فيه إعازة لمصالح المياه بالمحافظات، تكثيف أخذ العينات، عينات مياه الشرب من المناطق، وفحصها دوريا للتأكد من عدم تلوثها والمحافظة على صحة الناس، وإفادة وزارة الصحة بنتائج العينات بشكل دوري. ربما وزارة الطاقة ربما عم تقوم بهذا الفحص، بس اليوم نحن بظرف استثنائي نحتاج من وزارة الطاقة بأنه تكثف الفحص، ونحن رح نقوم بفحوصات من جانبنا. ما بندعي نحن بثمان مستشفيات حكومية أو ثمان مختبرات الموجودة عنا بنقدر نقوم بكامل المهمة، لذلك هناك مسؤولية على وزارة الطاقة وهناك جهد يجب أن تقوم به وزارة الطاقة. أيضا طلبت من وزارة الصناعة من وزير الصناعة لإعازة المصانع وجميع المعامل، وضع خطة عملية لمعالجة النفايات الصناعية والتقيد بها حفاظا على الصحة العامة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لأنه الخطر الأساسي والأكبر بيجي من النفايات الصناعية. مع المستشفيات كمان نحن رح نتولى هذا الأمر. أوقف نائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان عصابة مؤلفة من 4 مواطنين في صيدا، هم أحمد صاد، مصطفى كاف، عامر ياء ومصطفى ألف، لبنانيون، وذلك بتهمة تهريب فلسطينيين وسوريين بطريقة غير شرعية إلى تركيا عبر السرفند.
برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، قدم مهرجان الجامعة الأمريكية في بيروت لبرنامج زكي نصيف للموسيقى أمسية بعنوان سنبلة تنشد السلام مساء الأول من تشرين الثاني في قاعة الأسامبلي هول. وتخلل الأمسية أداء لأميمة الخليل وفرقة الفيحاء، إشارة إلى أن كورال سنبلة هو أحد برامج جمعية سنبلة، وهي جمعية لبنانية غير حكومية تعنى بدعم تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان. كان في هذه النشرة عكار تشيع شهيدي الجيش باستقبالات حاشدة. ولك عنا ناطر تجاوزك يا بيا، ولك كيف تركتنا يا بيا، البلاد سهلة مثلك. إضراب واعتصام لهيئة التنسيق على ضرورة السلسلة. نحذر المسؤولين من أن الشعب لن يرحم والعصيان المدني على الأبواب. الحوار في جولته التاسعة بغياب عون والكتائب، والنفايات على الطاولة. الاحتلال يغلق الضفة ويطبق على منبر الحرية في الخليل. والله العظيم يلا بعوض المريضة بقطع مع كاميرا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.